والكتابة وقلمها من أكبر النعم على الإنسان، فهي من وسائل حفظ الدين ومعرفة الإسلام، وبهما قضاء مصالح الناس. والله أقسم بهما على أن نبيه منزه عن مطاعن أعدائه، وأنه نبي كريم جعله ربه على خلق عظيم لا يدانيه فيه أحد. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.